السيرفيكال بلاتيكولابيتي كلاستر بنشوف فيها فور تيستنج. اول تيست هو سبيرمينج تيست، ثاني تيست هو الاستراكشن تيست، ثالث تيست هو الابر لامب بيولر تنشن تيست، بعد كده اربعه بنشوف الرينج بوشن للسيرفيكال سباين. هنبدا دلوقتي السبيرمينج تيست. السبيرمينج تيست ده هدفه نشوف فيه راديكولار سيمبتومز ولا لو فرضنا ان في راديكولار سيمبتومز في الرايت ابر لامب، ايه اللي هتبدا تطلبه؟ هو التو فيز تيست ده اللي هو السبيرمينج تيست اكتف فيز بيبدا يعمل سايد بند توورد الافكت سايد. اوكي اكتف فيز كتير جدا التست بينتهي عند البوزيشن ده لان بيحصل ريفيرنس سيمبتومز للابر لامب. اوكي لو حصل ان البيشن بدا يحصل بروكيشن سيمبتومز او راديكولابيتي في الرايت ارم او في الابر لامب هنبدا نحط تست عند الفضل. الفضل هي الاكتف سايد. جميل. لو ما حصلش ريفيرنس سيمبتومز من الوضع ده تبدا تابلاي اكسيال كومبريشن، يعني بتيجي من ورا وتبدا تابلاي اكسيال كومبريشن. اكسيال كومبريشن بتابلاي كده يعني اكسيال في الدايركشن اكسيال مش بنابلاي فايبر. ان انتين الاكسيال كومبريشن من طول ال 6 سكند ويكون جنتل كومبريشن وبيكون اكسيال مش بنزود الفايبر. اوكي لو حصل بروكيشن سيمبتومز يبقى ده اصبح بوزيتيف وده اكسبيرمنت. بعد كده هنشوف استراكشن تيست. بس قبل ما نشوف استراكشن تيست هنابلاي ممكن نابلاي استراكشن تيست من ورا. نبدا نابلاي استراكشن هنا بمقدار 5 كيلو جرامز. اوكي ونتين 10 سكند. لو بدا يحصل ريليف للسيمبتومز الارم سيمبتومز يبقى التست بوزيتيف. اوكي لكن مفترض نابلاي او اوبتيمالي بنابلاي الاستراكشن من سوباين بوزيشن. في حاجه ممكن تسمعها هي كومبريشن استراكشن، ده مش من الكلاستر اللي هو كومبريشن. بما انك تقدر تاسس السيمبتومز من استراكشن يبقى الافضل تاسس من استراكشن ما تعملش كومبريشن. جميل. ده بنعمله في الاسبيرمنت تيست، بنعمله سكند ستيب. اوكي وبنعمله في جاست اكسيال كومبريشن علشان ما يحصلش كومبريشن تيست. بنابلاي عن طريق ان انت بتبدا تحط البيشن في الجدره وتبدا تابلاي اكسيال كومبريشن. لو حصل كومبريشن للسيمبتومز في الابر لامب يبقى التيست ده بسيط. اوكي علشان تاكده ممكن تعمل استراكشن. لو بدا يحصل ان السيمبتومز دي بيحصل لها ريليف للسيمبتومز يبقى ده بيتاكد ان عندك سيرفيكال ديسك. برضه ممكن تابلاي كومبريشن انفكشن ده هياكد لك الديسك. لكن لو عملت كومبريشن وبدا يحصل كومبريشن سيمبتومز على السيرفيكال سباين تقدر هنا تابلاي سايد بند روتيشن مع اكستنشن وتبدا تابلاي كومبريشن. لو حصل فيه لوكال على السيرفيكال سباين يبقى دي المشكله دي غالبا هتحصل شويه. هتبدا تابلاي ديستراكشن. اوكي لو حصل في لوكال على سيرفيكال سباين يبقى ممكن المشكله تكون ليجامنتس او ماسكولار لان دي هي اللي بتاثر او بتعمل لها ستريس عن طريق التنشن. اوكي ده بالنسبه للكومبريشن ديستراكشن تيست. احنا عندنا نفس الوضع اللي هو سيتنج لكن هو مش من الكلاستر الخاصه بالراديجرافي. احنا عندنا فيها سبيرمنج تيست اوريدي انت بتطلعي اوريدي في كومبريشن وعندنا في ديستراكشن تيست وعندنا في رينج موشن. بنعمل اسسمنت رينج موشن وعندنا في نيورال تنشن تيست. نشوف الريت موشن عن طريق ان احنا نوت البيشن ان هو اكتفلي روتيت الهيد رايت اند ليفت. اوكي النورمال ريت موشن للهيد بيكون 70 جري. لو لقينا الريت ده اقل من 60 جري يبقى التست ده بوزيتيف. اخر تست هنشوفه او اخر تست مايكل هيد اوت. اوكي ونبدا نابلاي ديستراكشن من الاوكسيدنت وتبدا تابلاي ديستراكشن. اوكي يعني بمقدار 5 كيلو جرامز. انا عملت ديستراكشن بالبطن 5 كيلو جرامز. اوكي وتمتين تتسنس وتهاسك عن السنتنس هل حصل ريفل سنتنس ولا لا. اوكي ده بالنسبه لمين؟ للديستراكشن تيست. دلوقتي هنبدا نعمل النيورال تنشن تيستنج للابر ليفل. هنركز دلوقتي على الميديوم نيرف وعلى النيرف روتس اللي هي من سي 5 لسي 7. اوكي بنبدا نعمل النيورال تنشن تيست كالعاده. بنبدا نعمل خطوه اساسيه اللي هي بنبدا نعمل شولدر ديبريشن. اوكي بعد كده بنبدا نعمل ابدكشن توورد 100 ديجري. اوكي ابدكشن بعد كده بنبدا نعمل اكسترنال روتيشن. بعد كده بنبدا نعمل البو اكستنشن مع بس عند فنجر اكستنشن وانت بتبص للبيشن علشان تشوف اي اكسبريس بيهيفير او سيمبتومز. هل بدا يتالم؟ بدا هنا يحصل بين. لو انت عايز تكونفيرم ده هترجع شويه تريحه هنا وتاسك البيشن هو يحرك الهيد انتو سايد بند يعني يعمل الحركه من فوق. بدا يحصل هنا بين يبقى ده عمل كونفيرميشن للتست. وحركه السايد بند ممكن تعملها اكتف او باسيف. هناخدها ان شاء الله الابر ليفل بقيه الابر ليفل نيورال تنشن تيستنج كاسسمنت كتستنج في انترنت. وكده يبقى احنا اخذنا الراديكولوباثي كلاستر. اوكي اللي كان فيها فور تستنج كان اولهم سبيرمنت تست وكان فيه استراكشن تست وسباين وبعد كده ابر ليفل نيورال تنشن تست وشفنا الرينج موشن دول الفور تستنج للسيرفيكال راديكولوباثي كلاستر.